الابتسام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن العلاج التحفظي للأسنان اللبنية مع ضيفتنا الدكتورة إيمان النعيمي، اختصاصية طب الأسنان عند الأطفال في عيادة دبي للأسنان التابعة لكلية محمد بن راشد للعلوم الطبية في مدينة دبي الطبية. طرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتورة إيمان، السلام عليكم. دكتورة معنا؟ نعم. السلام عليكم دكتورة إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور بسام. العلاج التحفظي للأسنان اللبنية، ماذا نقصد بهذا المصطلح دكتورة إيمان في البداية؟ طبعا العلاج التحفظي للأسنان اللبنية هو عبارة عن أنواع الحشوات أو العلاجات اللي يتم استخدامها لترميم الأسنان اللبنية بعد حدوث نخر أو حفر في هذه الأسنان اللبنية، والهدف طبعا أن نحافظ عليها لوقت ما تبدأ الأسنان الدائمة تطلع، لأنها مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة تعمل كحافظ مسافة طبيعي للأسنان الدائمة الموجودة تحتها، بحيث أنها تطلع في مكانها السليم وتكون بنيتها سليمة من حيث الشكل والبنية أيضا. نعم. طيب نذكر بالعوامل بشكل سريع، العوامل التي تؤدي لحدوث النخر في الأسنان اللبنية. طبعا في إحدى الحلقات تكلمنا عن بعض أهم العوامل اللي تؤدي إلى تسوس الأسنان اللبنية، واللي هي حليب الرضاعة الصناعي. عندما خصوصا عندما يتم استخدامه في ساعات متأخرة من الليل. أيضا الأكلات، الوجبات اللي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، العصائر التي تحتوي على السكر، عدم تنظيف الأسنان باستخدام نسبة مناسبة من الفلورايد، هاي العوامل كلها ممكن تؤدي إلى تسوس الأسنان. نعم. طبعا نحن نذكر بأنه بهذا الأسبوع، يعني منذ يوم أمس، هو أسبوع عالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية. نعم. فنتمنى دائما بالنسبة للأمهات وأيضا الآباء، لأنه ليست فقط مسؤولية الأمهات وإنما أيضا مسؤولية الأبوين معا، أن يحافظا على صحة الأطفال منذ الأيام الأولى ومنذ الساعة الأولى للولادة. وهذا طبعا يدعونا دائما لتشجيع الرضاعة الطبيعية. الحليب الصناعي طبعا له استطبابات معينة في بعض الأحيان، لكن دائما هناك يعني اضطرابات مرضية وغيرها قد تحدث للطفل بسبب هذا الحليب. طيب أيضا لنذكر يعني معلومة يعني حكيناها سابقا، أيضا نرجع نذكر فيها، بأنه الأسنان اللبنية طبعا ستسقط وسيكون هناك بدلا عنها الأسنان الدائمة، لكن هذا لا يعني أنه لو حدث نخر أنه ما نعالجه. صحيح، لأن إذا حدث نخر ممكن هالنخر يمتد إلى عصب السن وبعدين يحدث التهاب، الالتهاب ممكن ينتشر للعظم، ونحن نعرف أن تحت الأسنان اللبنية في الأسنان الدائمة، وإذا حدث التهاب ممكن يأثر على بنية السن الدائم، وممكن يأثر على شكله مستقبلا وحتى بنيته مستقبلا، يعني يكون أضعف فتكون قابليته للتسوس أكثر. فجدا مهم أن نحافظ على الأسنان اللبنية في وقت مبكر. نعم. رسالة تقول: هل تسوس الطاحونة اللبنية يؤثر على الدائمة؟ نعم، إذا تم علاجه في الوقت المناسب ما يأثر، ولكن إذا وصل للعصب مثل ما قلت ووصل الالتهاب إلى العظم ممكن يأثر على السن الدائمة اللي تحتها يعني موجودة. نعم. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. وموضوعنا عن الأسنان اللبنية، العلاج التحفظي، أنواع الحشوات سنتحدث عنها مع ضيفتنا الدكتورة إيمان النعيمي، اختصاصية طب الأسنان عند الأطفال في عيادة دبي للأسنان التابعة لكلية محمد بن راشد للعلوم الطبية في مدينة دبي الطبية. أنواع الحشوات دكتورة؟
طبعا عشان نختار نوع الحشوة لازم في البداية نفحص السن، الفحص الإكلينيكي، وناخذ أشعة سينية. وهناك عدة عوامل بعد تلعب دور في اختيار نوع الحشوة، مثلا عمر الطفل، حالة الطفل الصحية، بالإضافة لعوامل أخرى نحطها في الحسبان لوضع خطة علاج للحشوات. طبعا لما يكون حجم النخر صغير ممكن ان احنا ننظف السن المصاب ونحط حشوه مركبه او حشوه ضوئيه نسميها، يكون لونها قريب من لون السن. اذا كان حجم النخر شوي اكبر يكون التسوس طبعا وصل لطبقه اعمق من السن، وقتها احنا نقيم حاله السن، هل نقدر نحشي بحشوه ضوئيه او نستخدم تيجان بدلا عن الحشوه الضوئيه لانه يكون الضرس ضعيف. التيجان طبعا عندنا نوعين من التيجان، في التيجان المعدنية وعندنا تيجان الزيركونيا. نعم. بنتكلم عن كل واحد الحين. التيجان المعدنية طبعا نسبة نجاحها عالية جدا، لونها يميل إلى الفضي اللامع. لما نوصفها للأطفال نوصفها بمصطلحات يحبونها، مثلا للبنات نقولهم هذا برنسس توث أو ضرس الأميرة. نعم. وللأولاد نوصف لهم إياه أن هذا ضرس الرجل الحديدي أو آيرون مان توث. فهاي الحشوات يتقبلونها الأهل ويتقبلونها الأطفال، خصوصا أن نقدر نثبتها على السن بدون تخدير وبدون أي حفر للسن. وهاي التقنية نسميها تقنية هول. هول طبعا نسبة إلى طبيبة الأسنان نورنا هول اللي استحدثت هذه الطريقة. فهي التقنية تعمل على سد الحفرة بطريقة محكمة عن طريق تثبيت التاج المعدني. يعني لما نثبت التاج على السن باستخدام مادة لاصقة، نعم، نكون عزلنا الضرس عن البيئة المحيطة المسببة للتسوس، فبالتالي يعني وقفنا عملية التسوس فما تزيد. نعم. تفضل. نعم. طيب هناك من يسأل كيف أنظف أسنان طفلي؟ طبعا ننصح تنظيف أسنان الأطفال استخدام فرشاة أسنان ذات رأس صغير وشعيرات ناعمة، استخدام حسب عمر الطفل، يعني نسبة الفلورايد تعتمد على حسب عمر الطفل وحالته، مثلا إذا عنده تسوسات كثيرة أو تسوسات قليلة. إذا تسوسات بسيطة ممكن يستخدم تركيز 1000 في المليون إذا كان عمره أقل عن 3 سنوات. أما إذا كان عنده نسبة التسوس عالية أحيانا ننصح باستخدام معجون أسنان الكبار. نعم. يكون مسحة على الفرشاة إذا كان أقل من 3 سنوات، يكون حجم حبة البازلة إذا كان من 3 سنوات إلى 6 سنوات، ويستخدمها بطريقة دائرية، يتأكد أن نظف كل الأسطح، عندنا الأسطح الخارجية والأسطح المضغة وأيضا الأسطح اللي من جهة اللسان. هاي كثير من الأهالي ينسون ينظفونها، فجدا مهم تنظيف جميع أسطح الأسنان لدى الأطفال. نعم. إذا دائما التركيز على العناية وأيضا على الوقاية حتى ما تتعرض أسنان الأطفال للتسوس والنخر، وحتى يعني ما نتأخر في العلاج، لأنه إذا ما تأخرنا في العلاج، إذا كان هناك نخرا وتأخرنا في علاجه فيصل إلى اللب. دكتورة بالضبط. صحيح. طيب في نعم في مثل هذه الحالة بس قبل ما نتكلم عن علاج اللب أتكلم عن تيجان الزيركونيا بشكل سريع. هي لونها قريب إلى لون السن، بس هاي الطريقة نحتاج أن نخدر السن ونبرد السن عشان نوصل للمقاس المناسب من تيجان الزيركونيا. لذلك تعاون الطفل مطلوب، لأن نحن بنستخدم التخدير الموضعي وبنبرد السن. نعم. فهذا بالنسبة لتيجان الزركونية. نعم. إذن هناك يعني تيجان معدنية وتيجان زركونية. طبعا نتكلم عن علاج العصب وعلاج يعني أو اللب، وأيضا هناك استفسار عن ذوي الهمم بالنسبة للأطفال ذوي الهمم أيضا كيف يتم علاجهم، لكن بعد الفاصل مع ضيفتنا الدكتورة إيمان النعيمي اختصاصية طب الأسنان عند الأطفال في عيادة دبي للأسنان التابعة لكلية محمد بن راشد للعلوم الطبية في مدينة دبي الطبية. السلام عليكم دكتورة إيمان. وعليكم السلام. طيب علاج العصب يعني إذا ما تأخرنا في علاج التنخر أو نخر الأسنان عند الأطفال فيصل إلى اللب، كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ مثل ما تفضل دكتور بسام، إذا تأخروا في العلاج يوصل إلى اللب. عندنا نوعين من علاج العصب لدى الأطفال، النوع الأول هو بتر اللب والنوع الثاني هو استئصال اللب.
بتر اللب لما يكون التسوس وصل إلى لب السن ولكن ما وصل للأقنية الجذرية في السن. في هاي الحالة طبيب الأسنان يزيل النخر من السن ويزيل الجزء التاجي من لب السن. الجزء التاجي اللي هو الجزء الظاهر من السن، مثل ما نعرف في جزء ظاهر وفي جزء موجود في العظم اللي هو يثبت الضرس اللي هو الجذر. فنزيل الجزء التاجي من اللب ونبقي على الجزء الجذري، وبعد نحشي حشوة قاعدية مناسبة، وبعدين ضروري جدا نلبس السن باستخدام تيجان المعدنية أو تيجان الزركونيا عشان نحافظ على السن من التكسر. أما النوع الثاني من علاج العصب في الأسنان اللبنية اللي هو استئصال اللب كامل. ففي بعض الحالات إذا ما قدرنا نعالج السن بالطريقة الأولى وتكون البكتيريا وصلت إلى الجذور، نستعين في البداية بالأشعة مثل ما ذكرنا سابقا أن اختيار الحشوات يتم أيضا عن طريق الاستعانة بالأشعة السينية عشان نعرف حالة الجذور، هل نقدر إحنا صحيح وصل التسوس وصلت البكتيريا إلى الجذور، ولكن هل إحنا نقدر نعالج السن نحافظ عليه أو نخلعه. إذا قدرنا نحافظ عليه نستأصل العصب كامل من اللب بالإضافة للأقنية الجذرية للأضراس اللبنية، وبعدين نحشي الأقنية بطريقة تشبه حشو الأقنية عند الكبار، ولكن نستخدم مواد مختلفة تكون هاي المواد قابلة للتحلل، لأن مثل ما نعرف لما يبدأ الضرس الدائم يطلع الجذور تبدأ تتحلل، فضروري المواد اللي داخلها بعد تبدأ تتحلل. وبعدين نلبس السن مثل ما قلنا تيجان معدنية أو زركونيا عشان نحافظ عليه من التكسر. نعم. طيب مثل ما بنعرف يعني بالنسبة لذوي الهمم وعلى سبيل المثال متلازمة داون أو حتى غيرهم من الحالات، كيف يمكن التعامل معهم من الناحية، نتكلم ناحية صحة الفم والأسنان دكتورة إيمان؟ طبعا نفس الإجراءات الوقائية اللي ذكرناها في السابق، العناية في المنزل والعناية في عيادة طب أسنان الأطفال، ضروري جدا تكون العيادة مهيئة من حيث احتياطات الأمن والسلامة، تكون مناسبة للطفل. أيضا ضروري جدا أن نحن نفهم نفسية الطفل، في مثلا أطفال ما يحبون الأصوات المزعجة، في مثلا أطفال ما يحبون الضوء المزعج، فنحاول أن تكون الإضاءة خافتة أو مثلا نستخدم لهم نظارة تكون مضللة. ضروري جدا أحيانا بعد نضطر نستخدم الصور أو الفيديو قبل الجلسة، يعني نبعث للأهل مثلا فيديو تعريفي يشوف الطفل قبل الجلسة عشان يعرف شو اللي ينتظره في هذه الجلسة. فبهالطريقة يكون عنده فكرة، ماخذ فكرة من قبل عن نوع العلاج اللي بيتقبله في عيادة الأسنان. نعم. طيب بالنسبة للأسنان بعد عملية النخر، يعني بعد علاجها العلاج التحفظي بأي وسيلة من الوسائل وحتى أيضا علاج العصب، هل يحتاج الطفل بعد إلى مراجعة لطبيب الأسنان أو عيادة طب الأسنان المتخصصة بطب أسنان الأطفال؟ طبعا احنا اقل يعني فترة للمراجعة تكون كل 3 شهور. في حالة كان الطفل عنده قابلية اكثر للتسوس، والاكثر اكثر فترة اذا كانت قابلية للتسوس جدا قليلة 12 شهر. فيكون يا 3 شهور او 6 شهور او 12 شهر حسب كل طفل وحالته. اذا مع الوقت الطفل اللي كان يراجع كل 3 شهور شفنا انه بدأ يهتم اكثر باسنانه، اهله جدا يعني مواظبين على النصايح اللي نحن نعطيهم اياها، وقتها ممكن نمدد الفترة الى كل 6 شهور. طيب مثل ما بنعرف طبعا بالنسبة للأسنان لها وظائف متعددة، ليس فقط ما يتعلق بمضغ الطعام وإنما أيضا لها وظائف أخرى تتعلق بالنطق وغير ذلك، فطبعا نتمنى بالنسبة للأهالي بالنسبة للأبوين ألا يهملا أي مشكلة تتعلق بصحة الفم والأسنان حتى العادات الأخرى التي يعني كثير من الأطفال مص الأصبع وغيرها. ومثل ما بنعرف ليست الحلويات فقط، ومثل ما منذ قليل ذكرنا الحليب الصناعي أو الرضاعة أيضا الصناعية يعني من العوامل التي تؤدي لحدوث التنخر. من ناحية الأطعمة والمشروبات غير الحلويات دكتورة، يعني ما هي التي يعني تؤذي الأسنان ولو بشكل تدريجي؟ طبعا كل
كلنا نحب ناكل حلويات لدرجة معينة أو ناكل الشوكولاتة، ولكن بنسبة معينة يفضل أن تكون هاي فترة تناول هاي الأطعمة على طول بعد الوجبة الرئيسية، ينصح أنها تكون على طول بعد الغداء. ننصح أنه يبتعدون عن الحلويات اللاصقة مثل الجيلي أو التوفي، لأن يعني تلتصق بالأسطح الماضغة للأسنان وتأذي الأسنان أكثر. مثل ما قلنا نفضل أن يكون التناول مرة واحدة، لأن كل ما زاد عدد مرات تناول الأطفال للحلويات أو الكبار يحصل في نزول في الـ pH أو الوسط الحمضي في اللعاب في الأسنان، فهذا الشيء فهاي البيئة تكون بيئة محفزة للبكتيريا وتكون قابلية الضرس للتسوس أكبر. فكل ما كثر ما نقدر نقلل عدد مرات تعرض الأسنان للحلويات. أيضا عندنا مثلا بعض العصائر المصنعة اللي تحتوي على السكريات المخفية. أيضا عندنا المشروبات الغازية نحاول نبتعد عنها، ويفضل شرب العصائر إذا بيشربونها يكون بعد أيضا مع الوجبة الرئيسية. نعم، إذا هناك يعني العصائر المصنعة باعتبارها تكون يعني غنية بالسكريات، أيضا المشروبات الغازية، الحلويات، وخصوصا التي تكون أو تلتصق بالأسنان. طبعا يفضل دائما أن نبتعد عنها أو نقلل من استخدام أطفالنا أو تناول أطفالنا لمثل هذه الأطعمة والمشروبات، لأنه دائما الهدف الوقاية. طبعا إذا قمنا بمثل هذه الإجراءات البسيطة جدا، وأيضا بالنسبة للطفل تصبح يعني الصحة كما التغذية أسلوب حياة. وهناك من يسأل هل يمكن استخدام الفرشات الكهربائية لتنظيف الأسنان عند الأطفال بدل من الفرشات العادية؟ طبعا ممكن، أهم شيء تقنية استخدام هاي الفرشة مرتين في اليوم. في عدة أنواع موجودة في الأسواق، والطفل عادة يتقبلها أكثر. فنحن نقول تقنية التنظيف أهم بكثير من نوع الفرشاة. فإذا كان الطفل يتقبل الفرشاة الكهربائية أكثر ما في مانع، بس ضروري ينظفون مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة المساء، باستخدام معجون يحتوي على نسبة مناسبة من الفلورايد. طيب، رسالة أيضا أخرى تقول ابني لديه شلل دماغي وتشنجات وما يتخدر إلا بقناع الفم ومحتاج خلع بعض الأسنان، فما الحل؟ أول شيء طبعا ندعو لابنك بالصحة والسلامة إن شاء الله، وماذا تنصحين دكتورة إيمان؟ إن شاء الله. طبعا يعتمد على درجة تعاون الطفل، مثل ما ذكرت احتمال يكون الطفل غير قادر على التعاون في عيادة الأسنان. ممكن نستخدم غاز أكسيد النيتروس، أحيانا الطفل بعد ما يتقبل فكرة أنه يستخدم قناع الأنف، فنضطر أن نعالجه تحت التخدير العام، خصوصا إذا كان عنده أكثر من ضرس يحتاج علاج أو يحتاج خلع. يكون أريح للطفل أنه يعني نعالج كل الأسنان مرة واحدة تحت تأثير التخدير العام. نعم، هل التخدير العام متوفر لديكم بعيادة دبي لطب الأسنان دكتورة إيمان؟ متوفر بالتعاون مع بعض المستشفيات الخاصة المؤهلة لتقديم هذا النوع من التخدير. نعم، طبعا هناك دائما لكل طفل، حتى يعني ليس الأطفال من ذوي الهمم، وأيضا يعني حتى الأطفال العاديين قد يكون هناك صعوبة في التعامل معهم، فهناك بدائل سواء كان بالغاز الضاحك، يعني ما يسمى بالغاز الضاحك، أو بالوسائل الأخرى، أو حتى بالتخدير. ودائما يجب ألا نتأخر عن علاج أي سن يعني هناك فيه مشكلة، بغض النظر عن العمر، حتى طبعا ما تتفاقم هذه المشكلة، وما أيضا يحتاج الطفل إلى مزيد من الإجراءات. وفي الدقيقة تقريبا المتبقية، ماذا تنصحين دكتورة إيمان؟ أنصح الأهل أنهم يزورون أخصائي طب أسنان الأطفال في عمر مبكر للوقاية،
قبل العلاج، ولكن في حال حدوث علاج نحن موجودين وساعدتهم وساعدت أطفالهم أيضا لإيجاد أنسب الحلول اللي تناسب حالة الطفل الصحية. وأتمنى للجميع إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله. هذا ما نتمنى. وأيضا نذكر بأن حتى العيادات يعني في عيادات متخصصة متكاملة، وأيضا توفر بيئة، هذه البيئة بيئة آمنة من ناحية، وأيضا بيئة يعني جاذبة، بمعنى أن توفر بيئة مريحة لكل من المريض ومن الزائر، وطبعا من بينها عيادة دبي للأسنان التابعة لكلية محمد بن راشد للعلوم الطبية في مدينة دبي الطبية. دكتورة إيمان نعيمي اختصاصية طب الأسنان، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور بسام، ويومك سعيد.